السلام عليكم ورحمة الله. أعيروني مسامعكم فإني سأغدق بالهيام لكم أجود، لمن يحيا بروحي في حناها، لمن بالنور بالحق يسود. حي هلا بكم معنا أحبائنا المشاهدين حيثما كنتم، بتحيتنا المتواصلة إليكم نبدأ لقاءنا لهذا المساء في التاسع من كانون الأول، في التاسع من يناير من عام 2011. انطلقنا في البث المباشر في برنامج الألوان السبعة، واليوم نبدأ يومنا الأول في عامنا الثاني بصحبتكم التي نعتز ونتشرف بها. حي هلا بكم معنا مجددا في دنيا الألوان السبعة، وعام جديد نبدأه بالهمة سويا، ونبدأ بعد الفاصل. الألعاب الإلكترونية مصدر الترفيه الذي يستحفظ على انتباه الصغار والكبار في الآن ذاته. ما هي حقيقة انتشار الألعاب الإلكترونية؟ وما هي حصيلة الأثر النفسي والسلوكي نتيجة كثافة بيعها وتسويقها؟ بعد قليل. في حالة من الالتفات إلى أفريقيا، القارة السمراء الرائعة تركيا تفتح أحضانها للعمل السينمائي الأفريقي. أيام السينما التركية، مشروعات تواصل تبدأ بالسينما ولا تنتهي بها. بعد قليل في الألوان السبعة. ونبدأ لقاءنا لهذا المساء أحبائنا المشاهدين بالتنبيه بخطر داهم يدهم بيوتنا دون استئذان: الألعاب الإلكترونية. خطر محدق بصغارنا وشبابنا، ولكن في كل يوم نتوسع في التشبث به، نتمسك به بكل قوة، ويدفعنا الإعلام والدعاية المكثفة من أجل الاستزادة. كيف أضحى واقع الألعاب الإلكترونية؟ ومن تخاطب؟ ومن يصنعها؟ وما دلالة صناعتها؟ وكيف هو واقعها اليوم؟ وإلى أين ستمضي قراءتنا في دنيا الألعاب الإلكترونية من حيث الصناعة، ومن حيث الاقتصاد، ومن حيث الآفاق المستقبلية والأثر السلوكي؟ يسعدنا أن يكون معنا بها المحرر العام لمجلة ليفل، وهي مجلة ثقافية وتعنى أيضا بجانب الألعاب، الأستاذ فؤاد أكيلدز. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. أشكركم جزيل الشكر، أهلا وسهلا بكم. إذن لنبدأ بتعريفكم أحبائنا المشاهدين بالقراءة المبدئية للواقع الذي أضحينا فيه في دنيا الألعاب الإلكترونية. نتابع سويا تقرير زميلتنا خديجة الزغيمي. أصبحت الألعاب الإلكترونية واحدة من أكثر الأمور طلباً على مستوى العالم، لا سيما بعد إمكانية لعبها على الهواتف المحمولة الحديثة. وهناك تنافس حقيقي بين شركات الهواتف على إدراجها. ففي شركة أبل مثلاً هناك 425 ألف تطبيق، منها 100 ألف لعبة إلكترونية. هذا التنافس الكبير تم إعداده للسوق التي يدخلها محبو الألعاب الإلكترونية وتطبيقات آيفون، حققت فيها لعبة الطائر الغاضب أعلى نسبة متابعة. جمعية الاتصال والتكنولوجيا الألمانية بيتكوم قامت بعمل دراسة إحصائية، ووجدت أن هذا المجال آخذ بالنمو وسط تدافع وتزايد أعداد اللاعبين في مجال الإلكترونيات. وهناك أكثر من 10,000 عامل في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية هناك فقط. وإلى جانب ألمانيا، هناك في البلدان الأخرى تضخم هائل في نسبة لاعبي الألعاب الإلكترونية. وعلى موقع games.com يمكن معرفة العرض العالمي في المعرض السنوي لشركات صناعة الألعاب الإلكترونية في العالم، وهذا يدلل على حجم الإقبال الهائل على الألعاب الإلكترونية. العجيب هو أن نسبة الزيادة في الطلب على الألعاب الإلكترونية بلغت خلال العام المنصرم فقط 145%، وهي مرشحة للمزيد من التضاعف بسبب الدعاية الكبيرة للألعاب الإلكترونية.
العجيب هو أن نسبة الزيادة في الطلب على الألعاب الإلكترونية بلغت خلال العام المنصرم فقط 145%، وهي مرشحة للمزيد من التضاعف بسبب الدعاية الكبيرة للألعاب الإلكترونية. العام 2011 كان صاحب الرقم القياسي في نسبة لاعبي العالم الافتراضي، والمختصون في قسم التصميم والسوفتوير ينتظرون نمواً أكبر في عام 2012. نعم الأستاذ فرات كيلدز، نجدد ترحيبنا بحضرتك المحرر العام لمجلة ليفل. أستاذنا الكريم، القراءات تشير إلى إقبال هائل على الألعاب الإلكترونية. لنبدأ بداية، لو تكرمت علينا بقضية التصنيع للألعاب الإلكترونية، لا سيما في ظل دخول التكنولوجيا المعاصرة والتوظيف الفعلي للتكنولوجيا في التصنيع، في دنيا السوفتوير، في دنيا التصميمات الأساسية، وأثره على هذه الصناعة أستاذنا الكريم، كيف تقرأه لنا؟ إن الألعاب في هذا العالم يوجد هناك الكثير من الشركات المصنعة، إلا أننا بإمكاننا أن نعدد أمريكا على رأس القائمة، وكذلك آسيا الأقصى يوجد هناك شركات إنتاج كبيرة جدا. ليس بإمكاننا أن نتحدث عن دولة معينة، لأننا نتحدث عن تعميم دولي في هذا الأمر، وهناك حتى الكثير من الناس المستقلين يطورون بعض الألعاب، ففي كل مكان وفي كل الدول يوجد هناك الكثير من المصممين للألعاب. أستاذ فؤاد، عندما تحدثنا الآن عن من خلال التقرير عن ألمانيا كنموذج، ضربنا هناك نموذج بدولة، عندما نتحدث أن هناك 10,000 إنسان يعملون في مجال تصنيع الألعاب الإلكترونية، أليس هذا رقما هائلا؟ أليست هذه دلالة على مستقبل تغزون في هذه الألعاب على مستويات الأطفال والشباب، وأيضا التفكير في المستقبل ربما يخترعون شيئا لكبار السن؟ نعم هذا صحيح. مقارنة مع الماضي إننا نتحدث عن توسع، أولا في الفئة العمرية من 7 إلى 70 يوجد هناك ألعاب كمبيوتر يمارسها الناس، ولا شك أن هذا الأمر سيتطور يوما بعد يوم، وسنشاهد الإقبال على هذه الألعاب. طبعا السؤال الذي يسأل هنا، ماذا سيؤثر علينا؟ الألعاب عندما نتحدث عن بعض المصطلحات، أنا لا أود أن أتحدث عن بعض المصطلحات وألصقها بجميع الألعاب، إلا أن شيئا ما إذا كان يستغرق من حياة الإنسان الكثير من الوقت نقول له توقف. فلذلك عندما نتحدث في الإطار الصحي والإطار المعنوي والإطار الروحي، فبإمكاننا أن نلخص المسألة بهذه الجمل وهذه العبارات. وبشكل عام هناك الكثير من الألعاب التي ربما تتقدم على الإنسان خطوات. بإمكاننا أن نتحدث إذن عن الفوائد، والفوائد نعم. ربما لا تستغرقها هذا البرنامج. جميل أستاذنا الكريم، هناك فوائد، هناك للتنمية الذهنية، هناك فتح لأفاق جديدة ربما من خلال الألعاب الإلكترونية، لكن بما أننا تطرقنا أولا إلى هذا الموضوع وهي المضار الموجودة، كثير من علماء النفس وأيضا من علماء السلوك البشري يقولون أن وجود الإنسان لأكثر من ساعة أمامها إضافة إلى ضعف البصر وغيرها يؤثر على بنيته، حتى على صعيد العمود الفقري، على مستوى الجلسة، على مستوى طريقة النظر، على مستوى طريقة تعامله مع الناس، إضافة إلى انعزاله عن المجتمع. هل تتفق مع هذا التوصيف؟ ربما أشاطرك الرأي نوعا ما وليس بالمطلق. كما تحدثت قبيل قليل، الموضوع عندما نتحدث عن الأضرار فقط هذا الأمر غير صحيح بالمطلق. أيضا إذا كان هناك لعب مثلا يستمر إلى 5 ساعات وهذا الأمر يضر، طبعا هذا الأمر ينطبق على نفس الشخص الذي يجلس 5 ساعات ويشاهد فيلما أو يشاهد مسلسلات كذلك، فيجب أن تنظر إلى الموضوع ببعدين اثنين. عندما نتحدث أستاذنا الكريم، وأنت محرر عام لمجلة تعنى بهذا الشأن حقيقة، السباق
والتنافس ما بين الشركات العالمية من أجل طرح ألعاب إلكترونية جديدة وصل إلى مرحلة متقدمة جدا، لكن هذه المرحلة لا تخلو من إدماج بعض القضايا التي تمس جوهر البناء في الشخصي. مثلا عندما نطرح للأطفال الألعاب الحربية بكثافة، هذا يزرع فيهم قيمة العنف والسلوك العنيف مع المجتمع والبيئة، أليس كذلك؟ الألعاب بحد ذاتها لا تدعو إلى العنف، هذا رأيي الشخصي، لأننا عندما نتحدث عن عناوين عريضة بشكل عام يجب أن نتحدث عن أبعاد مختلفة في الموضوع. العنف لا علاقة له باللعب، هذا رأيي الشخصي. نفس الأمر لا ينطبق على الأفلام أيضا، هناك نعم ألعاب تدعو إلى الشدة، هذا كلام صحيح، ويجب على الوالدين أن يبعدوا أطفالهم عن هذه الألعاب. وهناك أيضا فئات عمرية تخاطب ألعاب من ألعاب تخاطب فئات عمرية معينة. أما إذا كان بعض الألعاب عندما تخاطب كما أن بعض الأفلام أيضا تخاطب فئة عمرية معينة. نعم أستاذ فرات، يعني عندما نتحدث عن إحصائية أخيرة أجريت حول الألعاب الإلكترونية، وتشير هذه الإحصائية بأرقام دقيقة إلى ارتفاع نسبة الإقبال على الألعاب الإلكترونية إلى ما نسبته 145%. نحن نتحدث عن جيل إضافي دخل في هذا الإطار، عن قطاع واسع من الناس بدأوا يتوجهون إلى دنيا الألعاب الإلكترونية أو المجال الافتراضي. كيف تقرأ هذا الرقم؟ كيف تقرأ هذه الدلالة؟ هذه النسبة العالية جداً. عندما نتحدث عن ألعاب الأطفال منذ عام 2008 هناك تزايد مضطرد كبير للغاية، هذا الأمر لا يتعلق في عام 2010 أو 2011، نحن نتحدث عن طفرة ربما في عام 2011. يعني 2008 كان هناك توازي ما بين قطاع السينما وقطاع الألعاب، جميل، وتزايد هذا الرقم في عام 2010. والآن بإمكاننا أن نتحدث أن قطاع الألعاب تجاوز قطاع السينما، وحتى إذا قدمت عدد الإحصائيات أخرى أن مثلا أواتر هذا الفيلم الشهير 5 أيام تقريبا مليار دولار خلال 5 أيام أرباح لعبة واحدة في مقابل الفيلم الذي لم يستغرق طبعا أو لم يأخذ هذا هذا البعد. قطاع السينما له ارتباطات معينة، له خصائص معينة، وله ربما أفق ضيق. أما الألعاب فإنها تصل إلى كل مكان وتصل إلى الكثير من الأجهزة، فلذلك الألعاب تجاوزت الآن السينما بخطوات. هذا ما يمكن أن أقوله. أنا أشكرك جدا أستاذ فرات حقيقة على هذه القراءة المستوعبة لجوانب حتى في جانب المقارنة. لكن اليوم تدخل تقنيات جديدة إلى دنيا الحياة اليومية، نحن نتحدث عن الآيفون، الآيباد، نتحدث عن الكمبيوترات المتطورة، نتحدث عن الحواسيب الشخصية التي تحمل في الهاتف أو كمثل الهاتف أو بحجم الهاتف. أستاذنا الكريم، ألا توافقني الرأي أن التنافس ما بين هذه الشركات، ونحن نتحدث عن أبل مثلا، شركة أبل العالمية فيها أكثر من 100,000 تطبيق لعبة فقط، أكثر من 100,000 لعبة تم تصديرها، هذا التنافس لابد أن يعزى إلى أمر، لابد أن يكون خلفه سبب، أليس كذلك أستاذنا؟ نحن نتحدث عن صناعة متقنة وتنافس ما بين الشركات، والمستهلك من؟ نحن. نعم هذا صحيح، إنه جزء من المتعة. هل تتحدث عن خروج عن إطار المتعة؟ أنا لا أتحدث، أنا أتحدث عن التسابق الموجود ما بين الشركات العالمية في ابتكار تكنولوجيا وإضافة هذه الألعاب الإلكترونية عليها. ما هو توصيفك للأمر؟ هل نحن أمام ازدياد مضطرد؟ هل التكنولوجيا ستزيد من نسبة الألعاب الإلكترونية ونسبة المتابعين لها إجباريا نتيجة يعني امتلاك هذه الشركات أصلا من الشركات المصنعة؟ نعم هذا صحيح، تحدثت وأشرت إلى هذا الأمر قبيل قليل، تحدثت عن تزايد مضطرد والاستهلاك أيضا يضطرد أيضا بالزياد، وهناك أيضا إدمان لبعض هذه الألعاب، ولا شك أن الأموال التي تدفع لهذا الأمر أن يزيد هذا الأمر
بطبيعة الحال صحيح. نعم، ماذا عن تركيا؟ كيف يمكن لنا أن نحدد طبيعة الإقبال على الألعاب الإلكترونية في تركيا؟ يعني كنت أود أن أسألك سؤالا في المقابل، هل يمكننا أن نقلل الاستخدام في تركيا؟ طبعا هناك الكثير من الناس يدافعون عن يجب أن يتحدث، يريدون التحدث عن الإقلال من استهلاك هذه الألعاب، إلا أننا لسنا مع هذا الرأي. هناك بعض الأضرار، هذا كلام صحيح، نحن نريد أن نزيدها ونزيدها أيضا بوعي ونزيدها بتحت مراقبة معينة. جميل جدا. ألا يلفت نظرك وأنت المحرر العام لمجلة تعنى بهذه الشؤون أستاذنا الكريم، وواضح أن لديك خبرة في متابعة التفاصيل فيها أيضا أستاذ فرات، ألا يلفت نظرك أن دول الشرق عموما، دعنا من اليابان، دعنا من كوريا، دعنا من الولايات المتحدة وهي المناطق الأكثر تصنيعا للألعاب الإلكترونية، الشرق عموما، العالم العربي عموما، العالم الإسلامي عموما، لا يمكن لنا أن نصنع لعبة واحدة إيجابية إبداعية على مستوى 3D، على مستوى لعبة منافسة إبداعية حقيقة. أنا لا أقول واحدة وإنما أقولها مثالا، تركيا صنعت قبل في هذا العام لعبة استراتيجية، ولكن الألعاب الاستراتيجية نحن نفتقرها، نحن سوق استراتيجي استهلاكي فقط. نعم، إذن يجب أن نتحدث من هذه النقطة إلى البعد الديموغرافي في تركيا. أما عندما نتحدث عن تركيا ونتحدث عن خارج هذا الإطار الذي تفضلت به، نتحدث عن جو إيجابي. يوجد هناك إنتاج كبير جدا للألعاب في تركيا، الكثير من الشركات صغيرة وكبيرة، ويوجد هناك أيضا شركات اتصال تعمل في هذا الإطار، يوجد هناك استثمارات جادة في هذا الأمر، فإنني أنظر إلى المستقبل في تركيا بشكل إيجابي جدا. نحن لسنا مجتمع عن استهلاكيا فقط، نحن أيضا نقوم بالإنتاج وبالتطوير، فلذلك رؤيتي للمستقبل إيجابي أكثر منك. جميل جدا، وأنا حقيقة يعني أشكرك على هذه النظر. نحن بحاجة إلى هذه الروح المتفائلة، نحن بحاجة إلى أن نصنع قرار عمليا، يعني بدل أن نستهلك هذا الكم، ونحن أمام عام 2011 أستاذنا الكريم و2012 والقراءات تقول أننا أمام الازدياد، لماذا لا نصنع ألعاب إلكترونية؟ بما أننا لا يمكن لنا أن نقلل منها أو أن نلغيها من حياة الطفل والشاب، لماذا لا نصنع لعبتنا الذاتية؟ لماذا لا نضمن هذه الألعاب قيما إيجابية؟ أليس كذلك؟ ألا تتفق معي في هذا الأمر وهذه النظرة أستاذنا الكريم؟ إن الإنتاج بالنسبة لتركيا، نحن نتحدث عن قطاع جديد، نتحدث عن بداية الطريق ربما في تركيا. أما موضوع اللعب والإنتاج، ربما نتحدث عن سوق عالمية ولا نتحدث عن سوق ضيق كالسينما، فلذلك نستطيع أن نصعد بشكل سريع للغاية، لأنه يقوم على الإنتاج من جهة وعلى التطوير من جهة. نعم. وبإمكاننا في تركيا أن نستطيع أن نواصل ونوكب الحدث في هذا القضية. السؤال الأخير أستاذ فرات، إذا تكرمت علينا، كيف تقرأ لنا المستقبل في عام 2012 في ظل المعطيات؟ هل هناك ازدياد ونمو سيكون بشكل أسرع في ظل التكنولوجيا المعاصرة؟ هل سنتجه بهذا الأمر على مستوى المصممين، على مستوى خريجي الجامعات، على مستوى الشباب، على مستوى الفئات التي تحتك فيها بطبيعة عملك في المجلة؟ هل ترى أن عام 2012 سيكون عاما حافلا بالعطاء في هذا الجانب؟ نعم، هذا ما أتوقعه على أرض الواقع. مثلا أحد الشركات في السنة الماضية أكثر من 300 مليون كانت أرباحها في نهاية العام الماضي. هذه الشركات المتوسطة لا شك أنها سيزداد من حجمها، وهذا الأمر سيطرد بازدياد كبير. وهناك أيضا أنواع جديدة من الألعاب التي هي الألعاب الهاتفية ظهرت أيضا. نعم، الأستاذ فرات أكيلدس المحرر العام لمجلة
ليفل، نشكرك جدا على وجودك معنا في برنامج الألوان السبعة وعلى هذه الشروقات التي تفضلت بها، ونتمنى أن تكون ضيفا دائما علينا. وأحبائنا المشاهدين، اسمحوا لنا أن نحملكم إلى دنيا الكاريكاتور. وإلى قراءة جديدة من قراءاتنا في الواقع. صديق اسم لشاب، إنما هو شعار لجيل كامل. مسؤول الإعلام في ملف هيئة التنسيق للثورة اليمنية شباب، قراءته للواقع في اليمن ولواقع الثورة ولمستقبلها وللتحديات الجاثمة أمامها، وأيضا لطبيعة المبادرة الخليجية والتحديات التي تجثم أمامها، قراءة في الواقع. والدكتور سعيد الحاج. على هامش زيارته لتركيا مؤخرا، التقينا المسؤول الإعلامي في المنسقية العليا للثورة اليمنية شباب الأستاذ خالد صديق، الذي قيم المبادرة الخليجية من وجهة نظره كأحد شباب الثورة. صفتنا شباب الثورة، نحن نعتقد أن المبادرة هي عبارة عن مخرج سريع وطارئ ومنقذ لعلي عبد الله صالح، ولذلك نحن من البداية رافضين لهذه المبادرة تماما، ونرفض مثل هذه المبادرة السياسية لأنها تدفن دماء الشهداء. وفي مقابل المبادرة الخليجية التي يرفضونها، يرى الناشط الشاب أنهم يملكون بديلا أثبت نجاعته. ما الذي حرك هذا كل الذي حصل؟ هو وجود هؤلاء، وجود الثورة ووجود المكونات. ونحن لا نعتقد ولا نظن أن الثورة شبابية فقط، وإنما هي ثورة شعب بكل المقاييس، اشتركت فيها كل الشرائح، وهي ماضية مستمرة، لم تتحرك ولم تتزلزل ساحة من الساحات. على العكس، هذه المبادرة وغيرها لا تعنينا، نحن ماضون في حسمنا الثوري. ويرى صديق أن الشعب اليمني حافظ وسيحافظ على سلمية ثورته رغم طبيعته العشائرية وانتشار السلاح بين أيدي أبنائه. هذه هي المعجزة، هذا هو الانفراد اليمني في بالنسبة في الربيع أو في الثورات العربية. نملك السلاح، ويعني حوادث ثأر كانت قبل الثورة بالعشرات، لكننا استطعنا، والضامن في هذا كله هو وعي الشعب اليمني. هذا الشعب اليمني ذو الجذور التاريخية والحضارية والعظيم، الذي أرانا من عظمته تمسكه بالسلمية، الذي أرانا من عظمته اشتراك كل أطيافه بما فيهم المرأة. ولمرحلة ما بعد علي عبد الله صالح، يرى المسؤول الإعلامي في المنسقية أن الثورة وشبابها لديهم برنامج عمل متكامل يشمل بناء الدولة بعد إسقاط النظام. الثورة ونحن نحمل مشروع متكامل، ونحن نعرف ما هي الخطوة من الألف إلى الياء، ولذلك عندنا خطوات محددة كمراحل انتقالية، كتحول من النظام الذي هو موجود اليوم إلى دولة المؤسسات، إلى دولة العدالة الاجتماعية، إلى كل هذه الأطر هنالك سياسات مرسومة. وتبقى الأيام والأسابيع المقبلة مهمة في متابعة تطورات الثورة اليمنية واحتمالات نجاح المبادرة الخليجية في إتمام انتقال سلمي للسلطة في اليمن، يضمن بناء نظام ديمقراطي يحفظ حقوق المواطن وهيبة البلاد. لبرنامج الألوان السبعة، سعيد الحاج، إسطنبول. في حالة من الالتفات إلى أفريقيا، القارة السمراء الرائعة تركيا تفتح أحضانها للعمل السينمائي الأفريقي. أيام السينما التركية، مشروعات تواصل تبدأ بالسينما ولا تنتهي بها. بعد قليل في الألوان السبعة. ونستكمل معكم بقية ما بجعبتنا أحبائنا المشاهدين بعد فاصل إعلاني قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم مجددا. الآن إلى رحاب الثقافة والتاريخ. السجاد التركي، هذه العلامة المميزة من علامات التاريخ والجودة والاقتصاد الممتزج معا، قراءة في أصوافها وحريرها والرسومات والأشكال الهندسية التي احتوت عليها كل سجادة وفق احتياجات أهالي الأناضول في وقت قريب، والتي باتت سمة فارقة للسجاد التركي في دنيا الثقافة والتاريخ. تقرير زميلنا رامي عبد العال. تعد صناعة السجاد من الصناعات الزاخرة بأسرار التكوين والتركيب، وهي صناعة عريقة جذورها ضاربة في أعماق التاريخ. يشهد على ذلك علم الآثار والمتاحف العالمية التي تحمل على جدرانها صوراً ونماذج لتلك الصناعات. فللسجاد التركي تاريخ عريق يحكي قصص الماضي والحاضر. قديماً كان يطغى على مواده الصوف الخالص أو القطن، وسرعان ما أدخلت عليه مواد جديدة كالحرير، بينما تطورت رسوماته البدائية لتصبح أشكالاً مدروسة ومتقنة. كل ما ترونه هنا في المعرض سجادات يدوية ولها قيمة فنية عالية، وبشكل عام تم صنعها في مناطق الأناضول وفق احتياجات أهل المنطقة في تلك الحقبة، وهذا ما أكسبهم قيمة مميزة اليوم. يعد السجاد التركي من أفخر الأنواع عالميا، حيث يستخدم فيه القطن على نطاق واسع، بخاصة في السجاد الحديث المصنع آليا. أما السجاد الأغلى ثمنا فهو السجاد المصنوع من الحرير. هذه سجاداتنا التركية، هناك عقدة قوية مضاعفة التثبيت ونسميها العقدة المضاعفة أو دبل نوت، وهذا ما يجعل السجاد أجود ويدوم لسنوات أطول وفيه جودة عالية. رسومات وتصاميم السجاد تبدو قمة في التميز، بينما تغلب عليها الأشكال الهندسية والتصميمات الخاصة بالأزهار والنباتات المرتبة في صفوف، بالإضافة للطابع الزخرفي الإسلامي. وتلفت النظر كثيراً الكتابات بالأحرف العثمانية، بينما ألوانها المتنوعة والزاهية يغلب عليها اللون الأحمر. السجاد التركي حاجة جميلة، جميلة جداً. طبعاً اللي يعجبك فيها تعدد الألوان وتعدد الأشكال اللي فيها، تعبر عن التراث التركي الجميل، حاجة غاية في الروعة، جميل جداً. يعني في كل محل تلاقي أشياء مختلفة عن الثانية. يسهم السجاد في إنعاش القطاع الاقتصادي في تركيا، حيث يلقى رواجاً هائلاً، إذ لا يستطيع الكثير من السياح مقاومة إغراء السجاد، فيحملون معهم منه تذكاراً إلى وطنهم. لا تكتمل أناقة أي منزل إلا بسجادة تطفي عليه الدفء والرونق والأناقة، فالسجاد المنسوج والمحاك باليد ما زال يستقطب الاهتمام، فهو قطعة فنية غنية تدوم لسنين طويلة وتزداد جمالا عاما بعد عام. لبرنامج الألوان السبعة، رامي عبد العال، إسطنبول. ومن دنيا اللوحات الفنية اخترنا لكم أحبائنا المشاهدين جولة في ثالوث متكامل، الكاميرا والصورة والفكرة. عندما تتعانق سويا يصطبغ الكون بفلسفة حياة جديدة. هاو مولع بآلات التصوير قام بافتتاح متحف خاص بآلات التصوير التاريخية والمعاصرة بقراءة فنية أدرجها وفق قراءته. الزميلة رشيدة الفطماوي كانت هناك وغطت لنا فعالياته وموجوداته في ذلك المتحف، نتابع سويا. فهم الناس في وقت مبكر كيفية تكوين الصورة للأجسام، فكانت الفكرة الأولى هي فكرة الصندوق الذي لا يسمح بنفاذ الضوء الذي تم اكتشافه منذ قديم الزمن، حيث يمكن الحصول عن طريق ثقب صغير بالصندوق على صورة مقلوبة للجسم على ستار أو فيلم الموضوع بمواجهة الثقب بآخر الصندوق. وقد أحدث اكتشاف الكاميرا أو آلة التصوير انقلاباً كبيراً في عالم التدوين والتأريخ،
فأصبح تسجيل الأحداث التاريخية لا يقتصر فقط على الكتابة، بل تطور ورافقته الصورة كذلك. الصورة الفوتوغرافية هي الوسيلة الوحيدة التي تربطنا بالماضي، وهي تبقى ذكرى دائمة في ألبوماتنا. للحصول على الصورة الفوتوغرافية يجب توفر الآلة التصوير. نتواجد اليوم في هذا المتحف الذي يجمع مجموعة من آلات التصوير، الحديث منها والقديم. السيد حلمي ناقبولو من بين المولوعين منذ سن مبكرة بجمع آلات التصوير من مختلف الأحجام والأشكال، ويرى أن آلة التصوير يمكن اعتبارها خزينة للمعلومات والأحداث، ولتحليها بالصدق فهي تنقل لنا الصورة بكل مصداقية. يمكن اعتبار كل آلة تصوير على أنها مخلوق بشري، لها أعين ونعني بها العدسة، يوجد وراءها فيلم يصور، يمكن تصوره أيضا كالدماغ البشري، فبمجرد أن تلتقط صورة فإن مشاعرك تتحرك وتصبح شاهدا على الحدث، فهي الأداة التي تقول الصدق ولا تكذب أبدا، وبالتالي فإن كل آلة تصوير هي الإنسان، لها مشاعر وأحاسيس تعبر عما يخالج الإنسان من أفكار. كان متحف آلات التصوير باقة متنوعة من قديم وحديث، وقد لمسنا روح الإبداع والتميز التي يتصف بها حلمي ناقبولو الذي كرس وقته من أجل جمع هذا الكم من آلات التصوير والكاميرات، وذلك بهدف تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ التصوير الفوتوغرافي. باكتشاف التصوير وآلات التصوير حدثت نهضة كبيرة في العالم، حيث تمكن الإنسان من تصوير الأحداث التي عرفها العالم، خصوصا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. والدليل على ذلك مثلا هذه الكاميرا التي تشاهدونها أمامكم، التي صنعت سنة 1911. كانت معكم رشيدة رفتموي لبرنامج الألوان السبعة، قناة التركية، إسطنبول. السينما الإفريقية عنوان بارز من عناوين التواصل في دنيا التواصل الثقافي والمعرفي ما بين الشعوب والأمم. إفريقيا اسم للمعرض المميز وللقراءات السينمائية التي احتضنتها إسطنبول لتعكس الحالة السينمائية التي تزدهر بها إفريقيا. 10 أفلام التقت بالمتابعين لها في قاعات ورحاب إسطنبول لتعبر عن فلسفة الوجود في إفريقيا والسينما التي تعكس الواقع بكل تجلياته المرة والجميلة. ضيفنا العزيز أسهم في اختيار 10 أفلام التي تم إدراجها في هذا المعرض، البروفيسور دكتور ماهر شاؤول، وهو أستاذ الأنثروبولوجيا الأفريقي في جامعة إلينوي في الولايات المتحدة. أستاذنا الكريم، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شكرا لكم. لنبدأ بإطلاعكم مشاهدين الأكارم على فعاليات هذه الأحداث المتوالية، المعرض والافتتاحية المميزة له والقراءات السينمائية في تقرير مختزل بدقيقتين. تتنوع السينما الإفريقية تنوعاً كبيراً بسبب تعدد الثقافات الإفريقية وبسبب الماضي الاستعماري وتاريخ البلدان الفوضوي والمتداخل مع بعضه البعض. السينما الإفريقية ولدت بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية في فترة ما بعد الاستعمار، أي بعد حصول هذه الدول على استقلالها من الاستعمار الأوروبي، لتقوم بنهضة في إطار الأعمال السينمائية والإنتاج الفيلمي. اليوم سنتابع معا في هذا المتحف افتتاح المهرجان سينما الإفريقية في إسطنبول. الموضوعات الأساسية في الأفلام الإفريقية بشكل عام: الكفاح ضد الاستعمار، الانكسارات الواقعة بعد الاستقلال، انخفاض الجودة في مستوى المعيشة، الانحطاط والبيروقراطية، الفساد السياسي، الحب، الإخلاص، الشغف، الرؤية المسبقة، الحالات الباطنة، الحساسية الخاصة بإفريقيا.
وإن تكوين لغة خاصة بالسينما الإفريقية يلاحظ هنا بالذات. أردنا تسليط الضوء على السينما الإفريقية لأنها سينما لا تزال غير معروفة لدينا، فنحن نخاطب قارة بأكملها يبلغ عدد الدول فيها قرابة 55 دولة، ولا تزال إلى اليوم بالنسبة لنا قارة غامضة، ونغتنم هذه الفرصة اليوم من أجل تعريف المشاهد التركي بهذه الثقافة التي تحملها هذه السينما. تقوم سينما اسطنبول الحديثة ببرنامج تعريفي عن السينما الإفريقية التي تعتبر أكثر سينما في العالم من حيث الغزارة بتاريخها الممتد لنصف قرن، والتي أضافت غنى كبير في الحياة الفنية العالمية بأفلامها المبدعة التي أصدرتها خلال هذه الفترة القصيرة. في البرنامج الذي يحمل عنوان إفريقيا المنعقد بين 25 من كانون الثاني يناير، سيتم عرض 10 أفلام مختارة من قبل ماهر شاؤول من أساتذة جامعة إلينوي المختص بالإنثروبولوجيا الإفريقية. هذه الأفلام المختارة المعروضة على المشاهدين الإسطنبوليين تهدف إلى عرض السينما الإفريقية بعديد من الأفلام السينمائية المبدعة التي ولدت في الستينيات من القرن المنصرم. تعرض الأفلام التنوع المذهل للسينما الإفريقية من الفنون التقليدية إلى الفيديو وصولاً إلى المرحلة الطليعية. كما تعلمون السينما في أفريقيا حديثة العهد، أما فيما يخص السينما في السنغال فقد عرفت انتعاشا كبيرا في السنوات الأخيرة، فهي سينما تتطرق إلى عرض التقاليد والثقافة الأفريقية والمؤثرات التي تطغى عليها من أحداث سياسية واقتصادية، إضافة إلى الهجرة السرية التي تعرفها هذه القارة. بعض منها حصل على جوائز كبرى في مهرجان فيسباكو للسينما بمدينة واغادوغو، والبعض الآخر وصل إلى حد الوصف بالكلاسيكية العالمية أو لفت الأنظار بأسلوبه الحديث. تم افتتاح المختارات من الأفلام يوم الخميس 5 يناير كانون الثاني بعرض فلكلوري وقارعي الطبول السنغاليين. خرجت السينما الإفريقية إلى الوجود بحكم ضرورة التعبير عن اللحظات التاريخية والأحداث التي عاشتها معظم البلدان الإفريقية في فترة الاستقلال، فأنتجت كمًا هائلًا من الأفلام في فترة وجيزة لم تتعدى 50 عامًا. كانت معكم رشيد الفطموي لبرنامج الألوان السبعة، قناة التركية، إسطنبول. نعم، البروفيسور دكتور ماهر شاؤول أستاذ الأنثروبولوجيا الأفريقية في جامعة إلينوي في الولايات المتحدة، نجدد ترحيبنا بحضرتك. أستاذنا الكريم، لنبدأ بدلالات احتضان إسطنبول لمثل هذا المهرجان السينمائي الذي يجسد واقع وطبيعة وإبداعات السينما في القارة السمراء. نعم، في حقيقة الأمر بإمكاني أن أقول أن الفعاليات المتعلقة بالقارة الأفريقية كانت قليلة للغاية، وأنا لي عدد من الدراسات في الثقافة الأفريقية، وكنت أتمنى منذ زمن أن يحصل مثل هذا الأمر في تركيا وفي إسطنبول، لأنني أقلت مهرجانا مماثلا له في أمريكا. طبعا أنني أستغرب أيضا من الإقبال الكبير من الناس على هذه المهرجانات، وأيضا أدعو نفسي يعني بالغبطة في هذا الإطار. نعم، عفوا المقاطعة، أعذرني جدا حضرة البروفيسور، ولكن أود من حضرتك أن تعطينا صورة عن دلالة التبادل الثقافي من خلال السينما. هل يمكن لمثل هذا المهرجان أن يؤسس لمعرفة حقيقية، معرفة ثقافية حقيقية من الشعب التركي والشارع التركي بطبيعة وأهداف ومحتويات السينما الإفريقية؟ نعم، هذا الكلام صحيح بشكل عام، لأن السينما فن مرئي، وعندما مثلا إذا كان هناك نص أدبي بإمكانك أن تترجم، والموسيقى لا تصل ولا تترجم لأن الأذواق تختلف. أما السينما وهي الفن المرئي، هذا الأمر يدعونا عمليا
إلى أنه بإمكانه أن يحصل من خلاله تواصل كبير، ولا شك أنه نقطة بداية ونقطة جذب ونقطة أيضا ينقلنا إلى مجالات أخرى في هذه الثقافة الأفريقية، لأن هناك إقبال كبير سواء كان من خلال وسائل الإعلام أو من خلال إقبال الناس لمشاهدة مثل هذه الأفلام. يوجد هناك انفتاح كبير نحو هذه القارة، وهناك انفتاح كبير نحو الشرق الأوسط. نحن نريد أن نطور مثل هذه الأمور، ونتمنى أن يكون هذا المهرجان بوابة لمثل هذا الأمر العظيم. نعم حضرة البروفيسور، عندما نقرأ واقع السينما، ميلاد السينما الإفريقية، نحن نتحدث عن حقبة ما بعد الاستعمار، بمعنى بدايات الاستقلال الفعلي، قرابة 50 عاما. هل يمكن لنا أن نطلق على السينما الإفريقية أنها سينما هضمت متطلبات العمل السينمائي الفنية البشرية على مستوى الأداء، على مستوى الفاعلية، على مستوى جودة الأداء والبث والسيناريو والحوار والإخراج؟ عندما نتحدث عن السينما الأفريقية فإننا نتحدث عن تنوع كبير للغاية، وهذا أود التأكيد عليه أكثر من مرة، لأننا في أفريقيا نتحدث عن 55 دولة، ومن خلال هذا المسلسل أو من خلال هذا المهرجان نحن قدمنا فقط 35 دولة، ونتحدث عن مساحة إذن كبيرة للغاية، ويوجد دول من ثقافات متعددة مختلفة، نحن أخذناها من دول ما تحت الصحراء وأفريقيا الوسطى. هذه الدول التي تطور فيها السينما إلى حد ما، الآن في أكثر من دولة أفريقية يوجد هناك إنتاج سينمائي، وخاصة تلك الدول الفرنكفونية أو الدول التي كانت تحت الاستعمار الفرنسي. هناك 3 أفلام من السنغال على سبيل المثال. السنغال هي الدولة الرائدة في مجال السينما، مثلا يوجد لدينا عدد من الأفلام من بوركينافاسو، علما أنها دولة فقيرة ودولة صغيرة، إلا أنها خطت خطوات إلى الأمام في مجال السينما، لأن الدولة تهتم بشكل مباشر بهذا القطاع. مثلا عندما نتحدث عن جنوب أفريقيا وفي منطقة ما تحت الصحراء، في منطقة ودغودو، هذه المنطقة أنا عملت في بوركينا فاسو وبدأت الاهتمام بهذه السينما. الدولة الكثير من الأمور قدمته هناك. هناك مهرجانين، تعرفون مهرجان قرطاج الكبير بطبيعة الحال، وهناك المهرجان الثاني الأكبر في أفريقيا في واغادوغو، وتتناوب هذين الدولتين المهرجان السينما. في فاسباغو هذه الدول، هذه الأفلام التي انتقيناها حصلت على جوائز. طبعا هذه الأفلام تختلف في مضمونها، نحن نعم ربما نتحدث عن التقليد أو فيلم كلاسيكي، إلا أننا نتحدث عن إخراج. أحيانا نتحدث عن مثلا في إحدى الأفلام اسمه بكالو، يتحدث عن حياة سائح، نشاهد في هذا الفيلم على سبيل المثال عن تلخيص ربما للثقافة، وفي فيلم الكاميرون ويتحدث عن خصائص الكاميرون. 10 أفلام انتقيتها أستاذنا الكريم، من بين الأفلام التي حازت على جوائز في المسابقات الدولية، 2 من هذه الأفلام باللغة العربية، أحدهما قبل أن ندخل إلى الاستوديو عبرت بكلمة من خلاله، قلت هو من أفضل الأفلام التي شاهدتها في حياتي، الفيلم الموريتاني. أستاذنا الكريم، هل وصلنا إلى هذا المستوى من التقدم عمليا في السينما الإفريقية؟ عبد الرحمن سيساكو، هذا الشخص الذي أتحدث عنه والمخرج لهذا الفيلم، ربما بإمكاني أن أقول أنه من أكثر الناس احترافا في صناعة الأفلام، لا يوجد هناك لدي أي شك. هذه ليس رأي شخصي فقط،
وإنما رأي الكثير من النقاد السينمائيين في هذا الصدد والمجال. ولو كانت هناك فرصة لو عرضتم هذا الفيلم من خلال برنامجكم على سبيل المثال، لأن السيد سيساكو إنسان غريب الأطوار، أمه موريتانية وأبوه من مالي، وهذا الرجل يتحدث عن مواضيع مختلفة ويتحدث عن طفل من مالي جاء لزيارة أمه الموريتانية، فيها مشاعر، فيها الكثير من الأمور التي لا تعبر عنها من خلال اللسان. الناس خرجوا من صالة السينما وكأنهم خرجوا من حلم حقيقي. وطبعا هذا الفيلم باللغة العربية وفيلم إنتاج موريتاني، بطل الفيلم لا يعرف العربية، هي نقطة مهمة أيضا. هناك طفل يعرفه الكلمات العربية، يعني يجب أن تشاهدوا هذا الفيلم، لا أستطيع أن أخلص لكم هذا الفيلم. اسمح لي هنا أن أقاطع أستاذنا الكريم، ولكن حقيقة أود من حضرتك، وأنت أستاذ الأنثروبولوجي ومختص في هذا الأمر وتجولت في أفريقيا، ويمكنك أن تجيبنا عن ذلك بالموضوعية والمصداقية الحقيقية، هل استطاعت السينما الإفريقية أن تعكس ما تعيشه القارة السمراء من معاناة، سواء على صعيد الفقر، على صعيد الاستبداد السياسي، على صعيد يعني العلاقات الاجتماعية، على صعيد الصراعات العرقية؟ هل يمكن لنا أن نطلق مثل هذا التوصيف على السينما الإفريقية؟ لا شك أننا نتحدث عن انعكاسات متعددة مختلفة في هذا الصدد. السينما مجال مفتوح للغاية، هناك يعني الرومانسية، وهناك ما يتمناه الإنسان ويطلبه، وهناك من جهة أخرى الحقائق، والحقائق تكون مختلفة، الحقائق السياسية والحقائق الواقعية، مثلا الحرب الداخلية في سيراليون. يوجد هناك فيلم أنا شاهدته حقيقة، أنا طبعا هذا الفيلم غير معروض في المهرجان، اسمه عزرة الفيلم. هذا الفيلم على سبيل المثال ومن بين الأفلام التي عرضناها أيضا أو نعرضها، يتحدث الفيلم عن عملية الانتقال من المجلس العسكري إلى المؤسسة المدنية في الدولة. طبعا السينما ليس عبارة عن هذه الأمور، طبعا المشاهد يريد أن يشاهد أمورا متعددة مختلفة، هناك إذا مواضيع مختلفة، يوجد عالم كبير من الخيال، ويوجد هناك قصة كبيرة عمليا على أرض الواقع. مثلا لأتحدث عن كارمن جاي، هذا الأمر على سبيل المثال إنه ليس إنتاج أوروبي وليس إنتاج أوبرا أوروبية، إنه فيلم أفريقي بامتياز، إنه تقليد ربما لفيلم فرنسي، إلا أنه إنتاج محلي بامتياز وإنتاج وإعادة إنتاج للثقافة المحلية. وهناك عدد من المخرجين الذين أيضا قدموا لنا في أفريقيا الكثير من الأمور المهمة. الآن عندما نشاهد مثل هذه الأفلام نتحدث ونتحدث يعني كأننا نتحدث عن أفلام متعددة مختلفة في أبعاد متعددة. هناك إذن قصص حقيقية، وهذه القصص تتحدث عن الواقع الأفريقي، يعني بعض حتى الناس يستغربون من إبداع الكثير من الأفارقة كمخرجين. نعم أستاذنا الكريم، إسطنبول احتضنت هذا المهرجان، اسمح لي جدا يعني أن أطرح عليك السؤال الأخير لأن الوقت داهمنا حقيقة. إسطنبول احتضنت هذا المهرجان وشاهدنا عروض الطبول والعروض الفولكلورية التي رافقت افتتاح هذا المهرجان الحقيقي. الكثير من أهل إسطنبول جاءوا ليتابعوا ماذا تطرح السينما التركية. في نيجيريا هناك نوليوود هجم كما يقولون، عندما نتحدث عن نوليوود وساحة الإنتاج التي توجد هناك بكثرة في عالم السينما، ومع ذلك السينما الإفريقية مغيبة عن ساحة العطاء الدولي، لماذا أستاذنا؟
أستطيع القول أنه ليس مغيبا بالمطلق. هناك السينما التجارية تعرفونها، والدخول فيها صعب للغاية، وهي محتكرة لهوليود ومحتكرة لعدد من الشركات. هذه هي السينما التجارية. أما خارج هذا الإطار في أوروبا، في عدد من الدول، حتى في الشرق الأوسط، يوجد هناك السينما الفنية، ليست مهمة في الإطار التجاري كما لذلك السينما، إلا أنها عمليا في الإطار الفني لديها القيمة. والسينما الأفريقية يوجد هناك أيضا سينما المتعة، وأهم ممثل له مثلا في الهند، في مومباي على سبيل المثال، يوجد هناك سينما عظيمة للغاية، إنها ربما ليست لها مكانة عالمية إلا أنها يقومون بعمل جبار. الهند لوحدها ليست لوحدها في هذا المجال. كانت مصر أيضا لعبت دورا مهما في هذا الإطار، تركيا لعبت دورا مهما أيضا في هذا الصدد. السينما التركية تغيرت، إلا أن أفريقيا ظهرت فيها في السينما، في أفريقيا، في غانا، في نيجيريا تحديدا يوجد هناك سينما مرغوب فيها، مرحب فيها. نحن لا نمثل هذه السينما، نحن أردنا أن نضع الأمثلة الفنية في هذا الإطار في البعد الاجتماعي. هذه أفلام مهمة أيضا، في يعني 2500 فيلم فقط في نيجيريا، ويوجد هناك إنتاج كبير في هذا الصدد، وهي ممتعة للغاية خاصة بالنسبة لشعوب تلك المنطقة. ويوجد هناك إذن نوعين من السينما في أفريقيا، أفلام للمهرجانات والبرستيج، وهناك الأفلام التجارية والأفلام التي يرغب فيها، وهناك إذن أفلام النوليود نسميها. أستاذنا الكريم، في دقيقة، الوقت داهمني حقيقة، وأود أن أشكرك على أكثر من شيء، ولكن قبل ذلك، هل يمكن لنا أن نتأمل بالسينما الإفريقية أن تأخذ مجالا أرحب في ظل التكنولوجيا المعاصرة؟ هل يمكن لنا أن نستبشر بمستقبل أكثر إبداعا في العطاء السينمائي في إفريقيا، في ظل ما تعرفونه، في ظل التكنولوجيا الموجودة، في ظل التأهيل الذهني والعقلي الذي باتت إفريقيا تتلقفه بسرعة كبيرة جدا أستاذنا؟ نحن نتحدث عن وقت نشعر فيه بالعطاء وبالأمل. لماذا ننظر إلى البعد التجاري؟ نحن نتحدث عن التوزيع هنا، في نتحدث عن أفلام وكانت تنقل من مكان إلى مكان. الآن من خلال الديجيتال بإمكاننا أن نسهل عملية التواصل. مثلا في السابق لم تستطع أن تتواصل وتشاهد الأفلام الأفريقية، والآن بإمكانك أن تشاهد هذه الأفلام بسهولة تامة. الآن على سبيل المثال تدخل على الكثير من المواقع الإنترنت، يوجد لدينا إمكانيات جديدة، كما هو الحال في الموسيقى. نحن الآن أمام مرحلة جديدة في السينما، وخاصة في السينما الأفريقية. حضرة البروفيسور دكتور ماهر جاول، أستاذ الأنثروبولوجيا الأفريقي في جامعة إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية، والمسؤول عن اختيار هذه الأفلام في هذا المهرجان، أشكرك جدا على وجودك معنا في دنيا الألوان السبعة، وعلى جهدك السينمائي في التنقيب والتنقيح والاختيار في الأفلام، ونتمنى أن تكون ضيفا دائما علينا. وأحبائنا المشاهدين، آن أوان لوحتنا الكاريكاتورية الثانية، نترككم معها بلا تعليق. أنادي فيكم الإشراق حبا ليسعفني إذا حل الوداع. وصلنا إلى نهاية جولتنا مع حضراتكم أحباءنا المشاهدين، على أمل اللقاء بكم مجددا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولكم من مخرج البرنامج رسول أسلو، ومن فريق البرنامج برمته في أنقرة وإسطنبول، ومني نزار الحرباوي كل المنى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.